حالة من الحوار والشفافية بين الشباب والدولة أفرزتها مؤتمرات الشباب الدورية التي حولت العديد من الأفكار إلى مبادرات حقيقية وملموسة ومكاسب حصلوا عليها الشباب من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن آرائهم للمرة الأولى بمنتهى الشفافية والتجرد أمام المسؤولين. وتحول الشباب من مستمع للحكومة إلى متحدث أمام جميع مسؤولي الدولة وفي مقدمتهم الرئيس نفسه، ويطرحون أفكارهم ورؤيتهم في مختلف القضايا والملفات بكل حرية. ولم تقتصر المؤتمرات فقط على القضايا السياسية، بل شملت أيضا نواحي اجتماعية وإنسانية نتج عنها توصيات وتعديلات تشريعية وقانونية غيرت حياة بعض المواطنين والشباب للأبد، مثل تأسيس لجنة العفو الرئاسية عن الشباب غير المتورط في أعمال العنف، والتي يسعدنا استضافة أحد أعضائها وهو الأستاذ كريم السقا. نرحب بك أستاذ كريم. أهلا وأهلا بك على إكسترا نيوز. في البداية نتحدث بداية عن هذه لجنة العفو الرئاسي ولا عن مؤتمرات الشباب زي ما تحب؟ والله هو الأهم من مؤتمرات الشباب بصراحة. لجنة العفو الرئاسي ده منتج واحد منتجات مؤتمرات الشباب طبعا. بالظبط، خصوصا أنه أحد هذه المنتجات زي ما حضرتك قلت في مؤتمر الشباب الأول الذي عقد في مدينة شرم الشيخ. صحيح. المؤتمر القادم هو المؤتمر السابع في سوف يعقد في العاصمة. صحيح. الإدارية. وأنت أحد أعضائها أو شاركت ربما في عدد من هذه معظم هذه المؤتمرات. إيه أهمية هذه المؤتمرات بالنسبة للشباب برأيك؟ الحقيقة أن المؤتمرات دي بجانب أن هي منصة للحوار، أصبحت منصة مستدامة للحوار، ولكن في رأيي هي تخطت كل المراحل دي ووصلت لمرحلة أكثر نضوجاً وأكثر إبداعاً. فأصبحت دلوقتي في رأيي إن هي أصبحت مثال لممارسة ديمقراطية حقيقية بتحصل. احنا بنشوف إن المواضيع بتتناقش أكثر من مرة، يعني نفس الموضوع ممكن يتناقش أكثر من مرة زي ما بيحصل مثلاً في المؤتمر ده. في هيتناقش الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح الاقتصادي اتناقش قبل كده أكتر من مرة، فاحنا بنشوف إن الحاجة بتتناقش ترجع تقيم يتم تطويرها، بيترفع بيها توصيات، الحكومة بتعيد صياغة المسار الإصلاح الاقتصادي بناء على المناقشات اللي بتحصل في إطار مؤتمرات الشباب، وده بيقول إن احنا بنمارس ديمقراطية حقيقية. الشباب والمجتمع ابتدى يشارك في عملية التخطيط والتقييم والمتابعة. بنلاقي ان حاجة زي جلسة إسهر الرئيس اللي هي جلسة مهمة جدا في رأيي، الجلسة دي مش بس بيبقى المناقشة على اللي موجودين داخل القاعة او داخل المؤتمر، ولكن انفتحت اكتر على اخرين مش موجودين ما بيشاركوش في المؤتمر، ولكن بيشاركوا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي او عن طريق الموقع الالكتروني للمؤتمر. حاجة تانية ان المؤتمر اصبح منصة او حاضنة لاخراج وفرز الكوادر بشكل عام، يعني بنلاقي ان في كوادر تنفيذية ظهرت عن طريق المؤتمر، كوادر تشريعية، كوادر محلية وقيادات محلية، كل ده بيطلع طول الوقت. بنلاقي ان المؤتمر بيلعب دور مهم جدا في اعادة تقديم مصر للعالم على كافة الجوانب، بيناقش جميع الحقوق مش بس الحقوق الإنسان ولكن الحقوق الاقتصادية الاجتماعية، بيناقش الحقوق السياسية للشعب المصري والشباب بشكل خاص. كمان أصبح منصة لتكريم والاحتفاء بالمبدعين والمبتكرين والناجحين بشكل عام، وده ليه تأثير كبير قوي على تغيير صور نمطية كتير كانت موجودة في المجتمع تجاه الفئات دي، تحديدا المكافحين منهم، لأن في ناس مكافحة جدا الرئيس كرمها وتم دعوتها للمؤتمر. فكل ده بيقول إن هذا الحدث أو هذا المشروع اللي أصبح فعلا مؤسسة بتنتج أكتر من منتج، أو في أكتر من نسخة للمؤتمر، في منتج محلي اللي هو مؤتمرات الشباب اللي بتحصل في كل وقت، في منتج دولي اللي هو منتدى شباب العالم اللي في وقت قياسي ابتدى يتم الاحتفاء به والتقدير وإدراجه في أحد القرارات الأممية للمجلس العالمي أو مجلس حقوق الإنسان الدولي. فكل ده بيقول ان الحدث ده فعلا هو من اهم الاحداث او من اهم المشروعات اللي قامت بها الدوله المصريه الفتره اللي فاتت. قدرت بشكل مميز وبشكل مبتكر ان هي تقضي على فجوه كانت موجوده كبيره جدا من الدوله وبين الشباب، ما بين الدوله وبين الشعب بشكل عام. يعني الشعب المصري نفسه بقى المؤتمر بالنسبه له ومؤتمرات الشباب هو الحدث الاهم لمتابعه ما يحدث في مصر، بمعنى ان هو الحدث الاكبر
كمكونات، يعني بنلاقي ان احنا بنتناقش فيه اقتصاد، بيتناقش فيه اداره، بيتناقش فيه سياسه، بيتناقش فيه كل حاجه. فالناس ساعتها بتستنى هذا المؤتمر عشان تشوف ايه اللي حصل في مصر، تشوف راي الشباب فيه، وتشوف راي المجتمع فيه، وايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه، وبتستنى القرارات الناتجه عن صحيح. هذه ده حاجه مهمه جدا، ان المؤتمر مش بس بقى منصه للحوار، ولكن بقى حاجه شبه معسكر مغلق للعمل، بيطلع منه قرارات واضحه المعالم وقابله للتنفيذ فعلا، هو ده اللي بيتكرر في كل مؤتمر. وده غير ان في حاجات بتحصل على هامش المؤتمر، دي مهمه جدا في رايي. طيب يعني خلينا نتكلم بس عن المنتجات او التوصيات او القرارات اللي تخرج عن المؤتمر، وكان من ابرز هذه القرارات ما يتعلق باللجنه اللي حضرتك عضو فيها، وهي لجنه العفو. كان صحيح. في يعني خلينا نكون صراحه اكثر يا استاذ كريم، كان في بعض القضايا اللي الشباب كان بيتجنب الحديث عنها، يمكن مؤتمر الشباب كانت منصة وكان فرصة للحديث عن هذه الموضوعات. صحيح. صحيح. المسؤولين أتاحوا الفرصة، والرئيس أتاح الفرصة للشباب للحديث عن ذلك الموضوع، عن هذه الموضوعات، وكان أبرز هذه الموضوعات ما يتعلق بالعفو عن بعض المسجونين اللي مش متورطين في قضايا عنف أو قضايا إرهاب. قول لنا إزاي تشكلت هذه اللجنة؟ هي اللجنة تشكلت بناء على طلب متكرر حصل، أو نقاش متكرر حصل داخل المؤتمر الأول للشباب في شرم الشيخ. وبناء عليه الرئيس لان في ضروره ان نفتح الملف ده، وملف الشباب المحبوسين على ذمه القضايا، وبناء عليه تم تشكيل لجنه تشكلت من 5 برئاسه الدكتور اسامه الغزالي حرب، وبعضويه الاستاذه نشوى الحوفي، والنائب طارق الخولي، والاستاذ محمد عبد العزيز، وانا. وفي بدايه اللجنه احنا كانت المفروض اللجنه لمده 15 يوم بس، تبحث الملفات في 15 يوم. ولكن بعد اللقاء الاول بالرئيس وبعد عرض افكارنا عليه، لقينا حاجه احنا ما كناش متوقعينها بصراحه، ان هو مد عمل اللجنه الى حين الانتهاء من اخر ملف او اخر طلب عفو يصدر اليها، وكمان ابتدى يتكلم في ان اللجنه مش بس دورها البحث الملفات، ولكن دورها ما بعد الافراج عن المحبوسين. محبوس. بالظبط. وهي فكرة إعادة دمج وتأهيل هؤلاء الشباب اللي بيخرجوا من السجون. اللجنة في الأساس هي دورها كان سياسي استشاري، هي طبعا مش جهة تحقيق ولا جهة جمع معلومات ولا جهة رصد ولا جهة محاكمة، ولكن هي دورها سياسي استشاري. قدرت في وقت صغير في الدور السياسي تحديدا ان هي تقرب وجهات النظر بخصوص الملف. بالمناسبة لجنة العفو الرئيس لما تشكلت كانت في موضع نقد من أطراف عديدة، في اطراف شايفه ان محدش يخرج من السجون، في اطراف تانية شايف كل الناس تخرج من السجون، في اطراف ثالثه شايفه ان الشخص ده لو ما خرجش فمفيش حاجه حصلت، يعني مختزلين المشهد في شخص. لكن الحمد لله اللجنه قدرت ان هي تقرب وجهات النظر، سواء من جهه الدوله او من جهه السياسيين والاحزاب والمهتمين بالشان العام بشكل عام، حتى حقوق الانسان نفسها او منظمات حقوق الانسان تم التعامل معاها، تم الحصول على ما لديهم من معلومات او ملفات خاصه بالمسجونين. اللجنة كان ليها أثر عالمي، يمكن في بعض المهمات الخارج مصر كان بيتم النقاش حول اللجنة كتير، يمكن ده قابله كتير زميلنا طارق الخولي بما أنه عضو برلماني وأمين لجنة السياسات، فبيخرج بيقابل برلمانات أخرى، فكان على طول بيتم الاحتفاء باللجنة في بعض السفارات، كان في احتفاء فعلا بفكرة اللجنة.